بثق فيه وامكانياته وتخطيطه، بثق في محمد الشناوي، وبثق في شريف اكرامي، وبثق في علي لطفي، بثق في محمد هاني، وبثق في كولوبالي، وبثق كمان بشده كبيره جدا في سعد سمير وايمن اشرف، بثق في باسم علي اللي لاول مره ممكن يكون له دور، الله اعلم ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي، باسم علي مقيد افريقيا، بثق في حسام عاشور وعمرو السليه وهشام محمد، يمكن هشام بس متعور مش موجود، او احمد حمدي او اسلام محارب او احمد حمودي او كريم ندفد او ميدو جابر او صلاح محسن او مروان محسن، بثق في كل المجموعه، بثق في كل الناس، مش عايز انسى حد، وليد سليمان، وليد سليمان بالتاكيد، كل المجموعه اللي مسافره، كل الناس، اكرم توفيق، كل الناس بثق فيهم، اي 11 هيلعب او اي مجموعه هيتم الاختيار عليها من كارترون انا بثق فيها تماما. انتوا عندكوا نجوميه مستنياكوا، عندكوا تاريخ مستنيكوا، وعندكوا نادي مستني بطوله مهمه جدا هي الغاليه بالنسبه له من 2014 لحد دلوقتي، من اخر بطوله خاضها النادي الاهلي او خدها النادي الاهلي بطوله افريقيه كانت الكونفدراليه، ما فيش فرقه مصريه ولا حتى على مستوى المنتخبات، يعني فرقه خدت حاجه قاريه، المنتخب الاول مثلا اللي اقصده او المنتخب الاولمبي او الناس القريبه من الدرجه الاولى، الاهلي عليه انه يبدا الصفحه وعليه انه يختمها، يفتح الكتاب ويقفل الكتاب، ده الحاجه اللي مكتوبه على النادي الاهلي وجماهيره، وعشان كده لما اجي اقول نادي الاهلي عامل تاريخ كبير جدا جدا، مش لنفسه ولا لذاته ولا لمجلس ادارته ولا لعيبته ولا لجماهيره، للبلد كلها، للبلد كلها، اخر بطوله افريقيه اللي هي دوري ابطال افريقيا كانت موسم 2013، وكانت مع كابتن محمد يوسف اللي هو بيشاء القدر ان لو ربنا سبحانه وتعالى كتب ان هو يكون كسبان البطوله برضه يبقى راجل يعني ساعد في اخر بطوله او كان موجود على راس القياده الفنيه وموجود في القياده الفنيه في الوقت الحالي، فاخر بطوله في دوري الابطال كان النادي الاهلي، واخر بطوله حتى قاريه كان برضه النادي الاهلي، فانت بتتكلم على تاريخ مستنيك، وعايز تبقى نجم روح رادس، هات النجوميه، هات التاريخ، رادس مهم جدا جدا ان احنا نشتغل عليه بشكل كويس، وهو ملعب ممتاز جدا والاهلي بيلعب عليه بشكل كويس، لكن كمان في فرقه الناحيه الثانيه عندها قدرات وعندها امكانيات وعندها يعني مهارات عليك ان انت تركز معها جدا وتحترمها جدا وتتعامل معها بشكل بنديه وقوه عاليه جدا 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 جدا، وايا كان اللي كاتبه ربنا للاهلي او للترجي الف مبروك في الاطار العادي والطبيعي في الاطار بتاع كره القدم، مش عايزينها تخرج غير ان هي كره قدم، متاكد انها هتبقى صعبه في الملعب، لكن بره الملعب متاكد من الشعب التونسي ومتاكد من الامن التونسي ومتاكد من كل مسؤول في تونس ان هو حريص زي ما احنا يعني حريصين جدا على علاقتنا الممتازه المتواصلة مع تونس.